وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. 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 وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقران ومسؤول اسألا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسألا. وسوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسألا. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. وعادا اللولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. وعادا اللولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. وعادا اللولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا.
وما بعد الهمز الوصلي تي وبعضهم يواخذكم الآن مستفهما تلا وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يواخذكم الآن مستفهما تلا وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا
وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا بطول وقصر وصل ورش ووقفه عند سكون الوقف للكل أعمل وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعمل وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعمل وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعمل وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا وعنهم سكوت المد فيه وورشكم وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا وعنهم سكوت المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا.